السلام عليكم. ان شاء الله هنبدأ النهارده الكورس بتاعكم. النهارده بس حلقة كده مقدمة اللي احنا هنعمله في الكورس، هنتفق شوية اتفاقيات هنشتغل عليها. بداية الكورس بتاعكم متقسم لأربع أجزاء أو أربع تراكات. التراك الأول هيكون عبارة عن essentials أو مقدمة، هتتعلم فيها tools كتيرة جدا، تمام؟ التراك الاولاني اعتبره هيكون ممكن اقول لك كده يعني تراك غلس جدا، انا عارف الاول، معلش استحمل في التراك الاول لانه هيديك كميه تولز وكميه اوامر كتيره جدا طول ما انت شغال مش هتحس بقيمتها الا في التراك الثاني والتراك الثالث، تمام؟ بعد كده نخش على التراك الثاني اللي هو بدايه الادمنستريشن، هنتكلم فيه على الستورج ادمنستريشنز والفايل سيستم والاكسس كنترول ليست واليوزر مانجمنت الباكج مانجمنت، هنتكلم على شويه مواضيع كده خاصه بالادمنستريشن. بعد كده نيجي للتراك الثالث اللي هو هيكون عباره عن السيرفيس ادمنستريشن وازاي نسكيور السيرفيسز دي. خلاص هناخد فيه تقريبا كميه سيرفيسز كتيره جدا زي دي ناس، زي دي اتش تي بي، زي الميل سيرفر، زي الاف تي بي، تقريبا يعني كل سيرفيس اللي ممكن تسمع عنها في حياتك يعني. خلاص تي اف تي بي، حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها ان شاء الله في التراك ده، وهنتعلم كمان ازاي نسكيور السيرفيسز دي. هنتكلم عن فاير وولز، هنتكلم عن سي لينكس، هنتكلم عن البام. فتخيل هتبقى مواضيع كتيره جدا في التراك التالت ده. بعد كده التراك الرابع ده اللي هو تطبيق بقى في الحياه العمليه، هكلمك بقى على حاجات انت بتقابلها طول ما انت شغال او طول ما انت موجود في اي شركه او في اي مؤسسه انت شغال فيها، سواء حكوميه او غير حكوميه، سواء في داتا سنتر او شغل برايفت بتاع شركه بتنفذه، تمام كده؟ طيب يبقى ده الكورس بتاعنا ان شاء الله. التراك الاول هنحتاج منه حوالي 30 ساعه، التراك الثاني هنحتاج منه 30 ساعه برضو، التراك الثالث هو ده هيكون اطول واحد فيهم. خلاص وهنركز قوي على التراك الثالث دول. اعتقد يعني مش هيقل عن من 40 ل 45 ساعه لوحده. بقيت الوقت اللي هو 35 ساعه يكونوا باقيين هيكونوا للتراك الرابع. الكورس مدته اجمالا حوالي 145 ساعه، تمام كده؟ طيب بالنسبه للمواعيد بتاع الكورس، ان شاء الله يكون عندنا 5 ايام شغل في الاسبوع. المواعيد بتاعتنا هتكون من 7 بتوقيت الرياض لحد 11 بتوقيت الرياض برضو، او من 7 لحد 10 او لحد 11، يعني الساعه الرابعه دي هنحاول نشوف على حسب الناس لسه قادره تكمل معانا ولا لا، ماشي كده؟ طيب عندنا 5 ايام شغل في الاسبوع، تاني باكد 5 ايام شغل ما عدا الجمعه والسبت، طول ايام الاسبوع ما عدا الجمعه والسبت، تمام؟ لانهم ايام الاجازات بتاعت الناس، في ناس بتكون بتسافر فالجمعه والسبت بالنسبه لها بيكون في مشكله، لكن بقيه الايام هيكون عندنا شغل فيها. طيب عايز بس اقول لكم ان الكورس بتاعكم ده، او هاكد عليكم ان الكورس بتاعكم ده كورس مدفوع، بمعنى ادق ان انت هيكون ليك اول حاجه كل يوم هنشتغل فيه هيتبعت لك على الايميل بتاعك الكونتنت او الماتيريال اللي احنا اشتغلناها، او احنا عملنا ايه في الكورس اليوم ده، ايه الامر اللي خدناها، ايه الموضوعات، تمام؟ فهيتبعت لك كل يوم ملف PDF فيه اللي احنا خدناه، هيتبعت لك كمان كل يوم لينك بالفيديو اللي احنا عملناه اليوم اللي قبله، ماشي؟ ده عشان الناس اللي عايزه ترجع للفيديو وترجع تذاكر منه. بعد نهاية كل تراك هيتعمل لك هيتبعت لك ملف فيه كل اللي احنا خدناه في التراك دون مجمعا، يعني هنجمع كل البي دي افس بتاعت كل الايام بتاعت التراك ده ونحطها في ملف واحد، ماشي؟ طيب هحتاج منكم بعد ما نخلص السيشن دي ان شاء الله كل واحد بس يبعت لي رسالة مرة تانية، الرساله دي فيها الايميل بتاعه بس، عشان انتوا عارفين زي ما انتوا عارفين كنت بعت الانفيتيشن للناس اللي سجلت كلها، طبعا دول عددهم كان فوق ال 30 شخص او تقريبا 37 شخص، اللي دخل منهم بس كلهم حوالي 10 اشخاص، فانا عايز بس ال 10 دول تحديدا لان الايميلات كانت كتيره قوي فمش هعرف اطلع بس الناس منها، فانا هحتاج بس كل واحد يبعت لي ميل ان شاء الله، حتى ميل فاضي حتى عشان بس احط الناس اللي هتحضر معانا دي، الناس اللي هي كونفيرمد هيحضروا احطهم كده في جروب لوحدهم، عشان بعد كده لما احب اعمل يعني اي مراسله او اي معلومه عايز ابعتها للناس دي ابعتها ليهم هم تحديدا، ماشي؟ طيب
محتاج منكم ان كل واحد فيكم يكون عنده على يعني على الجهاز بتاعه او الجهاز تحديدا الهاردوير ريكويرمنت. ممكن في اول تراك او اتنين مش محتاجين هاردوير ريكويرمنت رهيبه يعني. ممكن فيرتشوال ماشين ب 2 جيجا رام هتشتغل من غير اي مشاكل خلاص. من اول نص التراك التاني كده او اخر التراك التاني على الاقل على الاقل تبقى عامل كهاردوير ريكويرمنت محتاجين على الاقل 4 جيج رام تشتغل عليه خلاص. لان من اول التراك الثالث هيبقى عندنا اكتر من فيرتشوال ماشين شغاله خلاص. الفيرتشوال ماشين دي كل واحده فيهم محتاجه ريكويرمنت على الاقل 1 جيجا رام خلاص، او المفروض في الطبيعي 2 جيجا رام. بالمناسبه كمان هقول لكم بس على معلومه ان الكورس بتاعنا مش هيكون عباره عن ان احنا بنتست على ريد هات بس خلاص. توقع في الطبيعي هيكون عندنا ريد هات او سنتوس، هيكون معاها ديبيان، هيكون معاها اوبونتو خلاص. فتخيل ان الكورس بتاعنا هيكون عباره عن ميكس تمام كده. طيب في الناس اللي كانوا حضروا قبلكم من شويه كانوا بيسالوا هل الكورس ده هيكون كافي ان انت تخش امتحانات ريد هات وتعدي منها. اعتقد يعني بدون مبالغه هيكون امتحان ريد هات بالنسبه لك حاجه سهله جدا يعني تمام. ايوه قلت الكورس هيكون متسجل وهيتبعت لكل طالب فيكم يوميا الفيديو بتاع اليوم اللي قبله، هيكون متسجل والله. طيب ايه تاني؟ طيب كده محتاجين عرفنا الهاردوير ريكويرمنت اللي مطلوب منكم. محتاج كل واحد فيكم يكون عامل انستول عنده لفيم وير ورك ستيشن او فيرتشوال بوكس او حتى هايبر في لو عنده، لو عنده سيرفر بيتست في البيت او لو عنده اي اس اكس حتى وبيجرب عليه. المهم يكون في عندك فيرتشواليزيشن سوفت وير موجود بغض النظر بقى عن انت بتستخدم ايه تمام. توقع ان الكورس هيكون تقيل جدا خلاص. قبل ما تتوقع اي حاجه كمان تعال اقول لك بس كده التولز اللي انت محتاجها كمان عشان تنزلها قبل ما نشتغل بكره عشان تبقى ماشي معانا بالظبط. هتحتاج بس داونلود سنتوس او ريد هات، لو عندك ريد هات او سنتوس مفيش اي مشكله خالص. روح بس كده لداونلود هتلاقي في عندك نسختين ممكن تعملهم داونلود، في عندك المينيمال خلاص وفي عندك ايفريثينج ماشي. المينيمال دي ممكن نحتاجها بس في التراك الاول ونص التراك الثاني فقط تمام. يعني دي بس كده ليه المينيمال بتبقى ممتازه معاك في الاول، لان الداونلود سايز بتاعه قليل جدا حوالي 500 ما بين 300 و 500 ميجا، فالناس اللي عندها انترنت بطيء مش 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 هيعمل معاها مشاكل يعني. طيب بعد كده من اول نص التراك الثاني كده او من اول التراك الثالث هنحتاج النسخه الايفري ثينج دي. النسخه الايفري ثينج دي تقريبا فيها كل الباكجز اللي احنا هنحتاجها في الكورس عندنا. هتكون مساحتها كبيره شويه، هتكون مساحتها كبيره شويتين كمان مش شويه. يعني مش اقل مثلا من 4 جيجا رام، اسف مش من 4 جيجا بايت خلاص. ودي لما هنحتاج داونلود هتكون الفي ام بتاعتها هتحتاج على الاقل على الاقل 1 او 2 جيجا رام، ودي هنحتاجها من اول التراك الثالث ان شاء الله. طيب فتاني باكد لازم يكون عندك اي فيرتشواليزيشن سوفت وير موجود. محتاجين كمان يكون عندك سنتوس او ريد هات موجودين عندك على الجهاز. هنحتاج كمان من اول التراك الثالث يكون عندك داونلود ديبيان خلاص، او هتحتاج كمان تداونلود اوبونتو سيرفر تحديدا خلاص. الكورس اهو تعمل لها داونلود من غير اي مشاكل هنا، او لديبيان ممكن يا سيدي تروح داونلود لديبيان هنا اهو خلاص. بس احنا مش محتاجين 32، احنا مش محتاجين 32 بت، احنا محتاجين ال 64 بت تمام كده. فين داونلود اهو يوزنج اتش تي بي اور اف تي بي. ممكن تعمل داونلود اوفيشال ستيبل ريليز اي ام دي 64 اهو. وادي يا سيدي محتاجين داونلود ديبيان. اول اسطوانه بس انت محتاج تعمل لها داونلود، مش لازم كل الاسطوانات دي خلاص، محتاجين بس دي تمام، اول واحده بس. بالنسبه لاوبونتو اهو
هتعمل لها داونلود هنا على طول مباشره، هيبدا يداونلود معاك وهيشتغل من غير اي مشاكل. تمام كده. طيب انا عندي نسخه اصلا فري داونلود عندي، فانا مش محتاج اعملها داونلود مره ثانيه. طيب الراجل اللي كان بيسال على ازاي شير سكرين، معلش انا اسف نسيت اعمل شير السكرين معاكم. فتاني طيب تاني مره تانيه بسرعه كده، هتروح لسنتوس، في عندك النسخه المينيمال دي هنحتاجها لاول تراكين خلاص. لو عندك انترنت كويس معقول حتى داونلود منه، داونلود النسخه اللي هي ايفريثينج دي من الاول ورايح دماغك، دي هيكون فيها كل حاجه احنا عايزينها طول فتره الكورس. ماشي. طيب هتحتاج كمان تداونلود من اوبونتو سيرفر، هتحتاج داونلود الملف الايزو بتاع اوبونتو سيرفر، وهتحتاج كمان تروح لديبيان اهو، روح كده لداونلود ايزو ايمجز، هو اوتوماتيك عمل تكت البراوزر بتاعي واداني نسخه عربي، انا ممكن اختار نسخه انجليزي اهيا. فين يا سيدي؟ اهي خلاص سي دي يو اس بي ايزو ايمجز، وهختار هنا داونلود ايمجز يوزنج اتش تي بي اور اف تي بي، اهو الاوفيشال ايمجز اي ام دي 64، وهتروح داونلود بس اول اسطوانه. ماشي تمام كده. يبقى للتراك الاول محتاجين تداونلود سنتوس او ريد هات، لو عندك ريد هات سبسكريبشن وتقدر تعمل داونلود حتى لنسخه 60 يوم ممكن تعملها داونلود وتشتغل ريد هات. مفيش عندك وعايز تشتغل سنتوس، اشتغل سنتوس مفيش اي مشكله خالص عندي، سنتوس وريد هات هما الاثنين يعتبروا شبه واحد. تمام كده، الاثنين حاجه واحده. طيب اللي انا متوقعه منك عشان نكون متفقين من الاول، يعني انا متوقع منكم ان شاء الله الناس تكون انترستد في الكورس وعايزه تتعلم خلاص. اللي جاي داخل يهزر او هيضيع وقته ووقتنا من الاول، يعني ارجوك ارجوك بلاش ضيع وقتك ووقتنا، تزعج الناس معاك وتزعجني وتضيع لنا وقتنا على الفاضي. طالما انت جاي داخل الكورس وهتدفع فلوس فيه، طالما تدفع فلوس يبقى تعمل حسابك ان انت جاي تتعلم. التاسكس اللي هتطلب منك يوميا لازم تحلها، مش هينفع ان انا اطلب منك تاسك معينه تعملها وتجي لي تاني يوم تقول لي معلش اصل انا كان عندي كذا او عندي كذا وما عرفتش احلها. خلاص الناس اللي بتيجي تخش تهزر في الكورسات دي بصراحه يعني مش محتاجه معايا في الكورس، يعني انا الحمد لله يعني مش محتاج الفلوس بتاعتك دي في اي حاجه. فممكن في ثانيه اقول لك يلا مع السلامه وفلوس بتاعتك هتتبعت لك تاني النهارده وابعت لك فلوسك وارتاح منك يعني. الموضوع مش تهديد اكتر، بس انا عايز الناس كلها تتعلم خلاص، مش عايز حد ياثر على بقيه الناس اللي موجوده، لان زي ما انت هيكون لك او ليك الحق ان انت تتعلم غيرك برضو الحق ان هو يتعلم. فارجوك يعني الناس التاسكات لما تطلب من الناس تهتم جدا بالتاسكات وتعملها خلاص. الحكايه التاسك دي مهمه جدا بالنسبه لي لانها بتفهمني او بتعرفني انا كانستراكتور او ان انا مدرب ليك او بعلمك انت مستواك بتاعك وصل او مستواك وصل معايا لحد فين خلاص. من غيرها عمري ما اقدر احكم انت مستواك وصل للمرحله الفلانيه او الفلانيه فانا اقدر اكمل وابدا التراك الثاني اللي بعده. بالمناسبه ما عنديش اي مشكله خالص ان لو حد سالني ان انا اعيد جزء معين خلاص، ما عنديش اي مشكله ان انا اعيده مره ثانيه وثالثه ورابعه لحد ما يفهم. لو انت مش مقتنع باي حته انا بقولها في المنهج ممكن توقفني وهديك امثله في الحاله العمليه هخليك تقتنع. ماشي. طيب حد عنده اي سؤال؟ ها اللي عنده اي سؤال ممكن يسأل. لو الجهاز بتاعك مش مستحمل اكتر من 4 جيجا رام، والله يعني دي ما اقدرش اكلمك عليها، يعني المفروض على الاقل بقى تشوف جهاز تاني كمان تتعامل معاه، او يعني ربنا يعينك بقى وتستحمل الجهاز بتاعك يكون بيموت يعني. يعني لما اجي في التراك التالت واقول لك شغال لي 4 فيرتشوال سيرفرز على الماشين
هيبقى عندك 4 فيرتشوال ماشين شغالين او 4 فيرتشوال سيرفرز، ومع ال 4 فيرتشوال سيرفرز دول ويندوز كمان موجود معاهم كبيز اوبريتنج سيستم. فتخيل يعني المأساة اللي انت هتكون موجود فيها. انت بتخش في سيناريو مأساوي معايا بصراحه. ده ما اقدرش اتكلم على الهاردوير ريكويرمنت دي بتاعتك انت، يعني مش 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 حاجه في ايدي اقدر اتحكم فيها. تمام. طيب حاجه بس اخيره باكد عليها، عندك ريد هات 7.2 ممتاز جدا، مفيش اي مشكله. يا يعني انت كده، انت كده حليت كل مشكلتك. فانا قلت لك يا اما تشغل، يا اما تعمل داونلود لسنتوس، يا اما يكون عندك بري داونلودد او عندك سبسكريبشن لريد هات هتداونلود هات منه. سنتوس او ريد هات الاثنين واحد، مفيش اي فرق بينهم، كل الفرق بس في السبسكريبشن. وهديك بالتفصيل الممل ايه الفرق بين سنتوس وبين ريد هات ان شاء الله بنقول بكره، بنقوم نشتغل عملي. يعني بكره ان شاء الله هنبدا نشتغل عملي وهنبدا نشرح فيه، هديك بالتفصيل الممل ايه الفرق بينهم. بس انا بقول لك اهو من ناحيه الشغل مفيش اي فرق بينهم اطلاقا. تمام كده. طيب في حاجه بس عايز اكد عليها او عشان نكون متفقين برضو، ان وانا بشرح توقع ان هكون غلس جدا في الشرح خلاص، ومش هعدي اي حاجه كده. هتلاقيني دخلتك في حوارات مش هتلاقيها في اي كورسات تانية. يعني زي ايه مثلا؟ يعني مثلا هتلاقيني بشرح في جزء مثلا الفاير وولز في التراك التالت، تراكنج او الحته بتاع الفاير وولز دي، هتلاقيني دخلتك واديتك تصميمات للشبكه بتشتغل ازاي، وهشرح لك ايه الفرق بين النتورك فاير وول والسيرفر فاير وول، وبدخلك في سكك تانية خالص ما كانت بعيده عنك وعمرك ما هتشوفها اساسا. انت المفروض اصلا تكون شغال في شركه يكون عندك سكيورتي ادمنستريتور، مسؤول عن السكيورتي، مسؤول عن الفاير وولز. بس عشان انا افهمك الكونسبت ده اساسا وكونسبت الفاير وولز شغال ازاي، لازم اشرح لك الموضوع بوجهه نظر اكبر. ماشي. فهتلاقي دخلتك في السكه دي. هتلاقي مثلا في الـ في الـ في الـ في الكتب بيشرح لك موضوع معين، هتلاقيه اتكلم من وجهه نظر السيستم بس فقط، غير كسيستم ادمن. انا هحاول بقدر الامكان، قدر المستطاع يعني، مش طبعا مش هحاول اضيع لكم وقتكم، بس هحاول على الاقل افهمك السيناريوهات وانت شغال تشتغل ازاي، بالذات الاجزاء بتاعه النتورك. الاجزاء بتاعه النتورك دي انا ليه انا بركز عليها؟ لان انا شفت في الحاله العمليه يعني 3 ارباع المشاكل بتيجي من ناحيه النتورك خلاص. فانا هحاول افهمك النتورك بشكل اكبر يعني. هحاول كمان انا شغال اوريك دايما دايما من اول نص تراك التاني كده طول ما احنا شغالين، هوريك النتورك دامب واحنا شغالين ايه اللي بيحصل على النتورك دي، ماشي. الاستورج مش عايز اتكلم عليها، لان ده هنركز عليها بشكل كبير جدا 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 يعني، لدرجه هخليك اصلا تزهق من الاستورج وتقعد تشتم الاستورج دي بشكل شبه يومي خلاص. هخليك تنام كده تحلم بالاستورج دي. التراك الرابع ما تنساش ان احنا كمان هنتكلم على الجلاستر ستورج. في التراك التاني هكلمك على البيزك ستورج، وهكلمك على الريد، وهكلمك على ال في ام. ال في ام هنتكلم كمان عليه بالتفصيل ممل، في تفصيلات اصلا ما كانتش موجوده قبل كده، وفي تفصيلات مش هتلاقيها موجوده في كتب ريد هات دلوقتي، زي ال في ام ثن بولز خلاص، او ثن بروفيجننج كمان. الحاجات دي مش هتلاقيها في كتب او في كورسات مشروحه زي ال بي اي وزي ريد هات. يعني سناب شوتس هكلمك عليها كمان بالتفصيل الممل. ماشي. فتوقع يعني هيكون الكورس غلس جدا يعني. كان في واحد سالني، في الناس اللي حضروا قبلكم، هل ممكن تشغل الكورس على امازون اي دبليو اس؟ ممكن تشغله على امازون اي دبليو اس لو عندك اكونت على امازون اي دبليو اس. يعني لو انت مثلا لو تقدر تشتري امازون اي دبليو اس هيبقى افضل لك طبعا بكتير، لو الهاردوير ريسورسز اللي عندك مش كافيه. ماشي. والله مش كل الناس عندها فيزا تقدر تدفع على الانترنت يعني. في ناس بيعملوا حركه صايعه جدا، بيقعد يعمل فيك اكونتس خلاص، ويحاول يستخدم الخدمه لمده شهر، وبعد كده بعد ما الشهر يخلص يعمل فيك اكونت تاني ويجرب الخدمه، وبعد كده فيك اكونت تالت وهكذا يعني. والله براحتك يعني، مش عارف ممكن تعملها ازاي دي. ممكن تستخدمها يعني. تمام.
الحاجه بس الاخيره كمان عشان نكون واضحين معاكم، ان انا بعد كل تراك احاول اخلي فيه سيشن او اتنين هشرح لك فيها تكنولوجيز تانية موجودة عندك في السوق. خلاص، زي كان في ناس في المجموعة اللي قبلوك، واحد تحديدا طلب ان هو يعني يعرف اوبن ستاك. بص معلش اعذرني، يعني هكلمك بالمنطق اللي انا عارفه خلاص واللي انا اتعلمته. مش هقدر اشرح لك تكنولوجي زي اوبن ستاك قبل ما تخلص على الاقل، على الاقل التراك التالت معايا، او على الاقل نص التراك التالت. ماشي؟ فمثلا ممكن اقول لك بعد ما اخلص التراك التالت هعمل لك النهارده سيشن، هخرجكم خالص من جو الكورس نفسه، وهكلمك على تكنولوجي موجوده الناس حاليا بيستخدموها في السوق، عشان لما تخرج بره وبعد الكورس لما حد يجي يكلمك في حاجه تبقى فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. وهقول لك كمان على يعني ازاي تستخدم الحاجه دي، ازاي تروح مثلا تعمل لها سيت اب وكونفيجر وكلام من دون. زي الاوبن ستاك، الاوبن ستاك مثلا كمثال، ناس كتير جدا بدات تقلب على اوبن ستاك. خلاص، زي مثلا ناخد الاباتشي. وانت شغال في داتا سنتر مثلا هتلاقي عندك، هتسمع حاجه اسمها ريفرس بروكسي. هكلمك مثلا في مره كده اقول لك بكره سيشن يا عم بره الكورس خالص، ممكن تكون يوم جمعه كمان، واقول لك ايه هو الريفرس بروكسي ده، واقعد بقى اشرح لك فيه واعمل لك امبلمنتيشن صغيره كده بسرعه على السريع لثلاث اربع سيرفرات ونشغلهم ونتاكد ان الدنيا شغاله تمام. طبعا الحاجات دي بره الكورس اصلا. خلاص، بس انا هحاول اكون سيلكتيف جدا، ولو حد عايز يعني موضوع معين يتشرح بره الكورس اصلا في يوم جمعه ولا بتاع ولا يوم ولا يوم سبت، مفيش عندي اي مشكله نعمل حاجه زي كده. ماشي. واحد مثلا في الكورس اتكلمنا على موضوع من ناحيه النتورك اللي هو الخاص بسيسكو مثلا السبانينج تري، وحاب يفهم السبانينج تري ده اكتر. مثلا ما تيجي ناخد البريدجنج في النيك تيمينج، بقول لك في بريدج موجود، وايه الفرق بين البريدج والفيرتشوال انترفيس، وايه الفرق بين البريدج والفيزيكال انترفيس. هتلاقيني بقول لك في البريدج ده بيعمل لك حاجه اسمها سبانينج تري، فانت جيت حبيت تفهم ايه السبانينج تري ده وانت ما كانش عندك اي خلفيه بالسبانينج تري ده، وما عندكش اي خلفيه بسيسكو تكنولوجيز تحديدا، ما تفهمش، مش فاهم يعني ايه سبانينج تري. ممكن اروح جاي كده لو انت سالت وطلبت، يعني اروح جاي اليوم اللي بعده او في نفس اليوم حتى، او حتى في نهايه الاسبوع اشرح لك الموضوع بشكل مفصل اكتر. ماشي كده؟ طيب، لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ لو حد عنده اي سؤال او حد عنده اي حاجة ممكن اضيفها. ها يا سيدي، والله كل ده هنعمله عملي بكرة، اصبر بس ما تدخلنيش في اي حاجة عملي في الكورس، انا بسألك فيما قبل الكورس. هبعت لكم ان شاء الله مين النهارده في التفاصيل، ازاي تبدا يعني الحاجات الفلوس دي تتبعت. هيكون في اكتر من خيار، ممكن تستخدم باي بال، ممكن تستخدم ويسترن يونيون، او حتى بنك اكاونت لو عايز. هبعت لكم التفاصيل دي كلها في ميل، عشان كده كنت بقول لكم في الاول انا محتاج الميل بتاع كل يعني يوزر فيكم، بحيث ان انا ابعت له التفاصيل دي بالتفصيل الممل. ماشي. حد عنده اي حاجه ثانيه عايز اوضحها قبل ما نبدا؟ لو حد مش واضح اي نقطه بالنسبه له، زي الكورس كام شهر؟ زي ما قلت لك الكورس هيكون 5 ايام في الاسبوع، كل مره 4 ساعات، هنشتغل بتوقيت مكه المكرمه او بتوقيت الرياض من الساعه 7 مساء، يعني 6 بتوقيت مصر. هنشتغل يوميا مده من 3 ل 4 ساعات. خلاص، على حسب الناس لسه قادره تستوعب قد ايه. تمام كده؟ الكورس في الوقت ده تقريبا ممكن اقول لك هياخد من حوالي من شهر ونص، ما بين شهر ونص وشهرين، يعني ممكن تقول شهرين من النهارده، خلال شهرين من النهارده ان شاء الله. يعني الكورس ما بين 7 و8 اسابيع. بص، لو بصيت كويس جدا كده عندي، شايف الكونكشن ستاتس عندي، اعتقد ان هي ممتازه.
بعد كل تراك هتمتحن؟ لا توقع، توقع امتحان كل يومين. انت ليك يوميا في تاسكات موجوده، وبعد كل تراك اكيد هيكون في امتحان، فتوقع ان كل يوم بالنسبه لك امتحاني، مش بعد كل تراك، كل يوم هيكون لكل واحد فيكم تاسك. خلاص. طيب النت بس عشان ما ندخلش في المشكله دي بتاع مع الناس. الكونكشن ستيتس عندي والله اكسلنت، عندي انا الانترنت عندي في البيت 25 ميجا بت، فاعتقد ان هو اكتر من كافي يعني. ممكن تاكد من النت عندك، لان النت عندك انا عارف النت في مصر حالته الماديه والمعنويه تعبانه جدا يعني. ماشي، حد عنده اي مشكله محتاج اوضحها؟ تمام جدا. ان شاء الله نبدا بكره. اهم حاجه بس تحضروا في مره اجهزه، تحضروا الايزو ايمجز بتاعه الانستوليشن من سنتوس او من ريد هات على حسب ايه اللي عندكم. وان شاء الله اشوفكم بكره باذن الله. هنبدا بكره ان شاء الله شرح عملي ونظري الاثنين. بكره السكاجوال بتاعنا هيكون بسيط جدا، هبدا اعرفك على الهيستوري بتاع لينكس، هبدا اعمل انستليشن البيزك انستليشن بتاع لينكس، مش هكلمك في اي ادفانسد انستليشن خالص دلوقتي، هكلمك البيزكس بس ازاي السيستم يكون اباند راننج. ما تتوقعش ابدا تشوف الجرافيكال يوزر انترفيس ده، مش عايز اسمع حد فيكم يقول لي جرافيكال يوزر انترفيس خالص، على الاقل اول تراكين كحد ادنى يعني اللي هو نص الكورس تقريبا، مش عايز اشوف اي جرافيكال انترفيس تول. بعد ما اخلص تراكين الاولانيين بقى يعني ربنا يبقى يكرم يعني، ممكن اوريك ويب تولز ازاي تمانج الدنيا عندك من الويب انترفيس او حتى من الجرافيكال يوزر انترفيس لو عايز. انا مش بحاول اعقد لك الدنيا، بس انا بحاول اطلع منك سيستم ادمن. الكورس هدفه مش ان انا اطلع واحد بتاع سيرتيفيكتس بس، الكورس هدفه ان انا اطلع واحد سيستم ادمنستريتور محترم. تمام، سيستم اتحط قدامه يقدر يدخل ويقدر يحل المشكله لو حصلت مشكله قدامه. ماشي، فده الهدف من الكورس يعني. انا عارف ان انا او هقول لك بكل بساطه، انا ريد هات سيرتيفايد انستراكتور يعني ما اقدرش اشرح لك الاوفيشال كورس اطلاقا. تمام، لكن اللي انا هشرحه دوماً هو ممكن تعتبر الاوفيشال كورس عباره عن جزء منه، انا هتخطى الاوفيشال كورس بشكل كبير جدا يعني. تمام، فيعني ما تحاولش حد في الكورس يقول لي ان انا هل ده موجود في الار جي سي ولا لا. تاكد 100% ان انا مش هخدعك ومش هضحك عليك واقول لك ده هيكون او يعني حاجه هتكون موجوده واقول لك مش موجوده. لا، انا هتخطى حتى مواضيع وهتخطى ايه اللي في كل ايه اللي جوه كل موضوع فيهم. ماشي كده، فمعلش اعذرني، هتلاقي الموضوع تقيل شويه. اتوقع ان الكورس هيكون تقيل جدا، تقيل جدا جدا جدا. فحاول بس ايه تكون مركز ايام الكورس، ما تحاولش تشغل نفسك بمواضيع رئيسيه تانية مع الكورس. خلاص، يعني ايه ما تجيليش مثلا تروح داخل نفسك راشق نفسك في كورس تاني تقيل جدا في نفس الوقت اللي بتاخد الكورس فيه بتاع لينكس، عشان ما تتعذبش بين الاثنين وتلاقي نفسك ايه ضيعت الاثنين مع بعض. ماشي، سي سي ان بي سويتش في مواضيع فيه بصراحه بكل بساطه في مواضيع هتبقى بالنسبه لنا اساسيه عندنا، زي مثلا لما نيجي البريدجنج اشرح لك ايه السبانينج تري، واشرح لك المودز بتاعه مثلا النيك تيمينج، وامتى تستخدم النيك تيمينج مود الفلاني. لما يكون عندك النتورك سيت اب بالشكل الفلاني فانت المفروض تستخدم النيك تيمينج بالشكل الفلاني. ماشي، بشكل عام يعني مش لازم تكون محتاجين سي سي ان بي سويتش تراك، بس لو عارفه يبقى خير وبركه يعني. لو مش عارفه ما تورطش نفسك وتخش الاثنين مع بعض في نفس الوقت عشان ما تخسرش الاثنين. تمام كده؟ طيب هنتظر ايميلاتكم وان شاء الله هبعت لكم كل التفاصيل اللي انتم محتاجينها عشان نكمل الكورس بكره. ان شاء الله بكره هيكون عندنا يوم نظري وعملي مع بعض الاثنين. لو حد محتاج اي حاجه ممكن يبعت لي ايميل وهرد عليه على طول مباشره. وان شاء الله اشوفكم بكره على خير باذن الله.
السلام عليكم.